في ظل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الداعمة لصغار المزارعين، بتستمر سلسلة الندوات التوعوية اللي بتقدمها الهيئة القبطية الإنجيلية ضمن مبادرة إزرع اللي بيتم تقديمها في 15 محافظة. في قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، عقدت الهيئة ندوة توعوية لصغار المزارعين، قدمت لهم من خلالها نصايح وإرشادات لمواجهة تحديات المناخ، خاصة مع قرب فصل الشتاء، واللي بتستهدف أكتر من 70,000 مزارع في بني سويف. تناول بقى المحاضر مجموعة من التوصيات والإرشادات لزراعة القمح ومحاصيل شتوية عامة، من مواعيد الري، من مواعيد الزراعة المناسبة، من إزاي نتفادى التغيرات المناخية، من إزاي المزارع يكون بيحقق أكبر إنتاجية ممكنة لزيادة دخله. ندوة توعوية على صغار المزارعين عن زراعة محصول القمح، أهمية محصول القمح وطرق زراعته والعمليات الزراعية المختلفة للمحصول عشان أقدر أوصل بأقصى إنتاجية، وأهمية دور الدعم الفني اللي ممكن يوصل للصغار المزارعين اللي هو كان صعب إنه يوصل ليه المعلومات الفنية ديت للمزارع. تجهيزات مسبقة بتتطلبها الأراضي الزراعية لاستقبال فصل الشتاء، وده كان دور الهيئة في توعية مزارعين بني سويف لتحقيق الاستفادة المطلوبة، فكانت النصايح والإرشادات إضافة هامة للمزارعين من خلال ندوات الهيئة القبطية الإنجيلية. ندوة كانت فعلا أفادتنا، طبعا مواعيد الزراعة بتبدأ من نص 11 اللي هي الزراعات الشتوية، كان محصول زي محصول الاستراتيجي محصول القمح. أهم النصايح إزاي نجهز وإزاي نزرع عشان ناخد إنتاج عال، إزاي نتعامل مع الأرض دي وناخد أعلى إنتاج عشان الإنتاج ده يعود على البلد كله. إزاي نهيئ الأرض وإزاي نسمد الأرض وإزاي مثلاً أخذ بالزراعة الحديثة بيد إنتاجية عالية وإزاي تنظيم الري وتنظيم رية المحياة. تعتبر ندوات الزراعة التوعوية اللي بيتم تقديمها من أهم خطوات الدولة المصرية في دعم وتطوير قطاع الزراعة، ليصبح التكامل عنوان في دعم التحالف الوطني لمجهودات الدولة من خلال شركائه زي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.